السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد. إذا فيديو اليوم خاص بكتابة سيرة ذاتية، إذا التعبير الكتابي المخصص للأسبوع الأول والأسبوع الثاني من الوحدة السادسة، إذا مرجع مرشدي في اللغة العربية للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي. إذا نص الانطلاق أكتب سيرتي الذاتية. إذا سنتمرن على كتابة سيرة ذاتية، أخطط استعدادا لكتابة سيرة. إذا لاحظوا معي عناصر، إذا خطة الموضوع، إذا سنحدد المعطيات أو المعلومات الآتية: من أنا؟ إذا اسمي، جنسي، مستواي الدراسي، إذا يمكن أن نضيف كذلك سني إلى آخره. أين أعيش؟ مثلا مع أسرتي، في حي أو قرية، من هم أصدقائي صديقاتي، إذا أين تتواجد المنطقة التي أسكن بها أو أعيش فيها؟ الموضوع أو الفكرة الموالية: إذا ماذا أحب؟ هنا نحدد الهوايات، إذا أكلتي المفضلة، رياضتي المفضلة، هواياتي إلى غير ذلك. ما قدراتي؟ يعني ما هي ميزاتي وما هي الأشياء التي أستطيع القيام بها بشكل أفضل، بشكل جيد؟ مثلا أنا قادر على كذا، أنا متميز في كذا، مثلا أنا أستطيع أن أفعل مثلا كذا وكذا إلى آخره. إذا نمر الآن إلى المحاولة الأولى لكتابة السيرة. إذا أكتب موضوعي وفق خطتي: من أنا؟ إذا مثلا يمكن أن نقول مثلا اسمي رضا، اسمي آية، اسمي مريم إلى آخره، أنا بنت أو أنا ولد، سني مثلا 12 سنة 14 سنة، إذا أدرس في مثلا المستوى الخامس ابتدائي أو المستوى مثلا إذا الرابع أو السادس، إذا بمدرسة مثلا نجاح، مدرسة الوئام إلى آخره، الموجودة مثلا في المدينة كذا أو الموجودة في القرية كذا إلى آخره. أين أعيش؟ مثلا أسرتي تتكون من 3 أفراد أو أسرة تتكون من 4 أفراد إلى آخره. أعيش مثلا في مدينة أو أعيش في قرية، إذا تتميز منطقتي يعني هذه القرية وهذه المدينة بماذا تتميز. ثم نمر إلى الهوايات، مثلا أكلتي المفضلة هي مثلا السوشي، أو أكلتي المفضلة هي اللحم مثلا أو الدجاج المشوي إلى آخره. أمارس رياضة الجري، أمارس رياضة المشي، أمارس لأنها لماذا أمارس؟ يعني لأنها مثلا تفيد الجسم، لأنها تقوي العضلات إلى آخره. مثلا أهو الشعر، أهو الكتابة، أهو القراءة إلى آخره. بالنسبة للقدرات، مثلا أنا ممتاز في الرسم، أنا ممتاز في كتابة الشعر، أنا ممتاز في العد والحساب إلى آخره، أنا أستطيع أن أقوم بكذا إلى آخره. ثم نكتب التاريخ ونوقع. إذا عند مراجعة المحاولة الأولى لكتابة سيرة، إذا يجب أن نحدد مثلا هل ذكرت اسمك وسنك ومستواك الدراسي ومكان عيشك وهواياتك وقدراتك. إذا هل استعملت عبارات مثل من مواليدي، أفضل، أهوى، أتقن إلى غير ذلك. إذا بالنسبة ل يعني الإجابة عن الموضوع، إذا مثلا سأقترح عليكم هذه السيرة الذاتية. إذا من أنا؟ اسمي، إذا تركت الاسم فارغ، يمكنكم أن تكتبوا مثلا الاسم، إذا ستكتبون الاسم الكامل، اسمي مثلا آية، اسمي فاطمة إلى آخره، أنا بنت مثلا أو أنا ولد، سني 12 سنة 14 سنة، إذا نكتب السن، أدرس في المستوى الخامس إذا ابتدائي مثلا بمدرسة السلام الموجودة بمدينتي أو بقريتي أو قرية مثلا كذا وكذا، إذا نكتب اسم المدينة أو اسم القرية. إذا نمر الآن إلى أين أعيش؟ إذا يمكن أن نقول أسرتي تتكون من 4 أفراد، أعيش في قرية صغيرة توجد في منطقة جبلية، تتميز منطقتي بمناظر طبيعية خلابة وبجو ساحر يأتي السياح لزيارتها من كل مكان. نمر الآن إلى الهوايات، إذا أكلتي المفضلة هي الكسكس، أمارس رياضة السباحة لأنها تعلم الصبر، وتزيد من قدرة التحمل، أهوى الرسم وقراءة الكتب. إذا بالنسبة للقدرات، إذا يمكن أن نقول إذا أنا ممتاز في الحساب والعلوم، أنا أستطيع أن أكتب وأقرأ بشكل جيد إلى آخره. إذا عندما ننهي كتابة السيرة، إذا سنكتب التاريخ، إذا مثلا 10 ماي 2022، إذا ستكتبون التاريخ الذي كتبتم فيه السيرة الذاتية ثم توقعون. إذا كل واحد يوقع في سيرته الذاتية.
بطبيعة الحال يمكن أن نكتب هذه السيرة الذاتية على شكل إذا نص، إذا بدون فقرات، إذا على شكل نص، لكن نلتزم بالتصميم المقدم إذا في الكتاب. إذا الخطة المقدمة هي أن نقسم السيرة الذاتية لفقرات، كل فقرة تتحدث عن عنصر معين، مثلا من أنا، أين أعيش، هواياتي، قدراتي. إذا هذا هو التعبير الكتابي الخاص بالأسبوعين، إذا الأول والثاني من الوحدة السادسة. إذا سأترككم مع صورة للإجابة لكي تتمكنوا من قراءته ومن كتابته بطبيعة الحال، مع تغيير الأسماء يعني تعديل ما ترونه مناسبا أو إضافة أفكار أخرى إلى السيرة الذاتية، إذا حسب كل متعلم أو متعلمة. إذا أصدقائي إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، موعدنا يتجدد إن شاء الله في الفيديو القادم، كونوا في الموعد، إلى اللقاء.